دار البيضاء 94.0. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية بيمسيو بانك. بيمسيو بانك، عالمنا ثروتنا الأولى. مقاولو الجهة، برنامج المقاولة بامتياز، ترقبوه كل أربعاء من 8 إلى 9 ليلا على راديو بلوس. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي. كيتجدد لقاء بكم هذا الأسبوع في برنامج مقاول الجهة، هذه المساحة الإذاعية اللي كنسلطوا من خلالها الضوء على العمل المقاولاتي والاستفادة من التجارب العملية وتبادل الأفكار. إن حالة فرد متبادل من أسفل إلى أعلى لحركات تنمية اجتماعية وتمكين تطبيق القوانين من أعلى إلى أسفل، وكذلك سياسات معاهدات تساعد بشكل متزايد أناس ومجموعات من الالتقاء معا لتحقيق التغيير الذي ينشدونه. هذه كلمات يوسف بلمير رئيس مؤسسة الأطلس الكبير، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى من أجل التنمية وخلق مشاريع مدرة للدخل ببلادنا. معنا لمناقشة هذا الموضوع محسن تدلوي الشرقي، مدير البرامج بمؤسسة الأطلس الكبير. سي محسن تدلوي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أسامة، شكرا جزيلا على الاستضافة. نعم، تحية للمستمعي راديو بلوس. شكرا لك. كما نستضيف عبد الرحيم قحوان من المستفيدين من برامج المؤسسة على مستوى مدينة أو منطقة الرحامنة. سي عبد الرحيم، مرحبا بك معنا في راديو بلوس. السلام عليكم، شكرا على الاستضافه خويا، كنشكركم بزاف، حنا مسرورين على اللقاء معكم ان شاء الله. هذا واجب ديالنا سي عبد الرحيم، مقاول الجهه على راديو بلوس، تابعوها باكادير على الموجه 92.4، مراكش 96.3، الدار البيضاء 94.0، بالاضافه الى راديو بلوس فاس 96.8. كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحه البرنامج بالفيسبوك انتربرونور دو لا ريجون، ستجدون الرابط لمتابعتنا مباشرة عبر الانترنت. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف باش تقاسموا معنا افكاركم او تجاربكم او طرحوا تساؤلاتكم على ضيوف حلقة هذا اليوم. وللاتصال الأرقام التالية 0526666066 أو 0526666067 أو 0526666068. مقاولو الجهة، برنامج المقاولة بامتياز، ترقبوه كل أربعاء على راديو بلوس. نبدأ معك سي محسن تدلاوي الشرقي، مدير البرامج بمؤسسة الأطلس الكبير. إذا كان ممكن تعرف المستمعين على هذه المؤسسة والعمل اللي كتقوم به على الميدان. شكرا. إذن مؤسسة الأطلس الكبير هي مؤسسة ذات أهداف غير ربحية، تأسست مرحلة أولية بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل متطوعين أمريكيين اللي كانوا يشتغلوا في المغرب، ومن بعد الرجوع ديالهم للولايات المتحدة بحكم التجربة الإيجابية اللي كانت عندهم في المغرب، حاولوا من خلال خلق هذه المؤسسة يخلوا ذاك الرابطة والعلاقة مع المغرب ويكملوا المساهمة ديالهم في التنمية المحلية في واحد العدد ديال المناطق في المغرب. مرحلة ثانية 2003 تأسست مؤسسة الأطلس الكبير بالمغرب من طرف هاد المتطوعين وشركاء مغاربة. من 2003 ليومنا هذا الحمد لله المؤسسة اشتغلت على واحد العدد ديال البرامج واستفدوا من الخدمات ديالها واحد العدد ديال المستفيدين اللي يمكن من بعد نتكلموا على 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 الانواع ديال هذه البرامج والمناطق اللي كتشتغل فيها المؤسسه ديال الأطلس الكبير. الهدف العام ديال 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 المؤسسه هو تحقيق التنميه المحليه مندمجه ومستدامه، وخصوصا في المناطق النائيه والتي تعاني من الهشاشه.
اليوم المؤسسة استطاعت أنها تشتغل في تقريبا في 10 ديال الأقاليم. اللي هي هاد العشرة ديال الأقاليم اللي هي نبدأ من الجهة ديال الدار البيضاء الكبرى إقليم ديال المحمدية. بحيث اليوم المؤسسة بشراكة مع جامعة الحسن الثاني وكلية ديال الحقوق عندها مركز ديال التكوين وتقوية القدرات لفائدة الجمعيات المحلية في إقليم المحمدية. من خلال هاد المركز المؤسسة كتقدم برامج تكوين تقوية القدرات في مجالات كتهم الحكامة الجيدة داخل الجمعيات المحلية، تكوينات في مجالات بلورة أفكار ديال المشاريع، المقاربة التشاركية. وانا كنت حضرت معكم احدى اللقاءات اللي كنت درتوا على مستوى الكلية اللي من خلالها تحفيز يعني الطلبة على يعني ان تكون عندهم روح المقاولة والاشتغال الذاتي. بالفعل هذا المركز هذا هو كيقدم خدمات للجمعيات المحلية وكذلك للطلبة ديال جامعات الحسن الثاني وعلى الخصوص طلبة ديال كلية الحقوق بالمحمدية. من خلال هذه المبادرة هذه الحمد لله الكلية انفتحت على المحيط الخارجي ديالها ولاو جمعيات كيلجؤوا ليها لأجل العلم ولأجل التكوين وكيكون واحد التقارب مع الطلبة وتحفيزهم للمساهمة في العمل الجمعوي وتقديم الدعم الجمعيات المحلية. احنا كنعرفوا اليوم بأن من بين التحديات الكبار اللي كتعاني منها الجمعيات المحلية هو قلة الخبرة ولا قلة التكوين بالإضافة لهذا الموارد. الطلبة كيشكلوا واحد الثروة مهمة اللي من خلال هاد المبادرة هذه وهاد الشراكة اللي عندنا مع جامعة الحسن الثاني ومع كلية ديال الحقوق كنحاولوا أننا نستثمرها لفائدة العمل الجمعوي في إقليم المحمدية والحمد لله النتائج كانت طيبة. يمكن من بعد نعطيكم أمثلة ديال اللي هي ملموسة ديال هاد النشاط هذا. إذن هذا فيما يخص إقليم المحمدية كنشتغلوا على أقاليم ديال الحوز ديال تارودانت، إقليم ديال تازة، إقليم الصويرة، إقليم أزيلال وبني ملال إلى غير ذلك. نعم، معنا من رحمنا سي عبد الرحيم قحوان من المستفيدين من مجموعة من البرامج على مستوى هذه المنطقة، المشاريع المديرة للدخل. سي عبد الرحيم، إذا كان ممكن تعطي المستمعين الأفاضل يعني فكرة بخصوص يعني المشاريع اللي استفدتوا منها واللي كانت المؤسسة سبب فيها. السلام عليكم. شكرا. من المشاريع اللي استفدنا منها من مؤسسة الأطلس الكبير كان اللقاء ديال بيننا وبين مؤسسة الأطلس الكبير في سنة 2008. من بعد استفدنا من أول مشروع وهو مساعدة تزويد الماء صالح الشرب الدوار وتعميق البئر الأمطار حتى يعني كان الماء الكافي للدوار باش يعني ما بقاش عندهم هذاك النقص في الماء صالح للشرب. من بعد هذا الماء صالح للشرب استفدنا من غرس 9 هكتارات من الزيتون في الدوار نيت لنص الدوار وحفر بئرين بهذا المشروع بهذا الهكتارات اللي هما اللي تم تشغيل ديالهم. ومن بعد يعني تم تجهيزهم بالثقيب التنقيط. هذا المشروع دابا الحمد لله غادي على احسن ما يرام. الساكنه ديال الدوار هي اللي يعني غاديه مواكبه للمشروع، المشروع غادي على احسن ما يرام. واستفد مع احد الدوار تا هو كذلك بنفس الجماعه، يعني الجماعه احنا كنتمو جماعه عائله الطالب دوار عربات جماعه الطالب، والدوار اللي استفد معنا تا هو من التشجير وهو دوار العديدات توصف عن يعني توا عنده مساحه ديال 6 أو 5 هكتارات تم الغرس ديالهم بالتشجير بالزيتون
وطمع مقلهم البير ومرا في إطار الجليزي توا بالثقيب التنقيط. نعم. ومن بعد استفدنا من مؤسسة الأطلس دوار آخر توا بنفس الجامعة بجامعة الطرب دوار آل مباركة مسعود، يعني كان في بناء خزان مائي الساكنة كانوا كيعملوا مجهود وناس كتمشي كتخرج تخدم كيبقاو غير النساء ديال الدوار وليدات صغار، يعني كيلقاو صعوبة في جلب الماء. نعم. والحمد لله كان بناء الخزان المائي حتى خرجوا الآباء أو رب الأسرة يخدم في العمل ديالو قارب أو بعيد، يعني ما كيبقاش مشكل في الماء، يعني كيولي الروبوني في الدار كيولي المنطقة. السي عبد الرحيم غادي نرجعوا لك، لكن غادي نتواصلوا مع السي محسن تدلاوي الشرقي. هذا يعني المعطى اللي ذكره السي عبد الرحيم السي محسن، كي خليني نسولك فيما يخص الرسالة اللي قدمها يوسف بلمير رئيس المؤسسة مؤخرا بخصوص 2015، يعني النموذج المغربي للتنمية البشرية يوفر عدة إمكانيات وفرص لمقاربتنا التشاركية ولمبادرتنا في مجال السلاسل الإنتاجية للفلاحة البيولوجية لفائدة جل مناطق المغرب. أود من خلال هذه الرسالة، والأمر يعود إلى يوسف بلمير، أن أعطيكم فكرة عن مدى تقدم مشاريع المؤسسة ورؤية فريق العمل لما يمكن تحقيقه في سنة 2015. مؤسسة الأطلس الكبير تدعو إلى إنجاح إحدى حملات التشجير في المناطق ابتداء من شهر يناير الماضي 2015. المهم هذا الكلام على لسان يوسف بلمير. سي محسن، أنا اللي بغيت نشير له لماذا يعني تعامل يعني في هذه المناطق خاصة كتكون نائية وكتكون فقيرة وكتكون محتاجة للدعم يعني التنموي. نعم سيك سي أسامة، يمكن جاوتي على السؤال. هذه المناطق هي مناطق نائية كتعاني من الهشاشة، فقيرة يعني على حسب تقارير اللي نجزوها واحد العدد ديال الدراسات والمصالح لا الحكومية ولا الغير حكومية. إذن الحاجة ملحة للالتفاتة لهذه المناطق. غير الالتفاتة هي يعني على حسب المنظور مؤسسة الأطلس الكبير، هي الالتفاتة مبنية على واحد المقاربة تشاركية كتشرك المستفيد في جميع مراحل إعداد وإنجاز هذه الأنشطة وهذه التدخلات هذه اللي أعطى بعض الأمثلة ديالها السي عبد الرحيم. الرسالة اللي ذكرته السي أسامة هي كانت دعوة لجميع الفاعلين الانخراط في هذه المقاربة هذه اللي هي مقاربة تشاركية كتعطي الأهمية وكتشجع العملية الديمقراطية في اتخاذ القرارات فيما يخص هذه المبادرات التنموية في المناطق الفقيرة النائية، بحيث كنعطيو واحد الصوت لهذاك الفلاح الصغير باش حتى هو كينخرط في العملية وكيساهم في الاستدامة ديال التدخل والنتائج. نعم. السؤال كيف رد نفسه السي محسن كيتعلق بالمسألة ديال التدخل ديالكم والمشاكل أو العراقيل أو كيفاش كيتقبلوها الناس في ديك المناطق؟ غير هذا سؤال مهم، وبغيت واحد النقطة مهمة بغيت نشير لها، هو أن مؤسسة الأطلس الكبير يعني كتستثمر الوقت زيادة على الموارد وعلى التمويل، كنستثمروا الوقت باش نربطوا ذاك العلاقة المتينة مع المستفيدين ونخلقوا ذاك الجو ديال الثقة باش من بعد تواصل ما بين هذا الفرق ديال المؤسسة وما بين المستفيدين كيكون تواصل اللي هو سهل وكيكون كيتسم بالثقة، لأن هاد النقطة هذه مهمة بزاف. من بعد ما كيبقاوش العراقيل ولا التحديات اللي كنواجهوها هي بحال جميع التحديات اللي كيواجهوها الجمعيات المغربيه اللي كيشتغلوا في مجال ديال التنميه البشريه. لكن لان الاشكاليه اللي فين غتكون السي محسن كتكون في لغه الخطاب،
يعني لغة الخطاب اللي ربما أنك تحدث مع هاد مثلا ساكنة هاد المناطق ربما ما غيفهموش إلا بمسائل مادية وملموسة. بالفعل هذا تحدي وعنده علاقة بعقليات اللي هي شوية الحمد لله دابا بدات كتبدل، بحيث حتى هاد الجماعات اللي هي نائية الناس ديالها ولاو كيفهموا ولاو كيعرفوا الأهمية ديال 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 التمويل، ولكن الأهمية كذلك ديال المراحل اللي تيخص يمر منها الفكرة ديال المشروع، البناء ديال المشروع، الإنتاج ديال المشروع، التتبع والتقييم ديال المشروع، الأهمية ديال الشركاء كانوا ممولين أو شركاء اللي غادي يقدموا الدعم التقني للتدخل. الحمد لله دابا هذا العقلية بدات كتبدل وكاين واحد انخراط مهم حتى ديال داك ديال المواطن البسيط اللي كيعيش في هذه المناطق اللي كنتكلموا عليها. نعم. اللي بغيت نشير له هو ان الرساله اللي تحدثوا عليها سي اسامه جات كدعوه موجهه لجميع الفاعلين للانخراط في هذا العمل هذا اللي كنقوموا به والمساهمه فيه، وكذلك يعني تقديم للنموذج اللي كنشتغلوا عليه، لان كنعتبروا حنايا من خلال التجربه ديال 15 سنه اننا استطعنا اننا نبلورو واحد النموذج اللي بدا كيعطي الحمد لله الاكل ديالو والنتائج مهمه بزاف. وذكرتو في يعني في المقتطف اللي شرحتو الاهميه ديال الفلاحه الايكولوجيه. حنا سنوات ديال العمل من 2003 وحنا كنشتغلوا على العمليه ديال الانتاج والتوزيع والغرس ديال الاشجار المثمره اللي هي يعني بطريقه ايكولوجيه وكتعتمد الشروط البيولوجيه. هاد 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 المبادره هذه اليوم كنظن بانه خصنا نصدروها. نعم، ولكن كيفاش يمكن لهذوك الساكنه اللي خلقتوا في هذه المشاريع يستافدوا ويخلقوا هذه المشاريع اللي تكون عندها يعني مردوديه ماديه ويبان الاثر ديالها والانعكاس ديالها الايجابي عليهم هما؟ بصح هذه المبادره هذه ركزت من بين الاهداف اللي اشتغلنا عليها على الجانب التنظيمي وعلى التعاونيات اللي كاينين في المناطق اللي همها المشروع واللي هي مناطق سميتو في اقليم الحوض وتارودانت وازيلال. هذه التعاونيات هذه المشروع كيقدم لها الدعم من خلال التأطير والتكوين من خلال يعني انخراط هذه التعاونيات في المراحل ديال المشروع من خلال الانخراط ديالهم تدبير ديال هاد المشاتل اللي تخلقات في اطار المشروع، المشاتل لانتاج هاد الاشجار المثمره. اليوم احنا كنشتغلوا على المرحله الاخيره وهي المرحله ديال التسويق، وبغيت نعطيك واحد المعلومه مهمه هو انه بفعل تضافر الجهود ديال واحد العدد ديال المتدخلين من ضمنهم واحد العدد ديال التعاونيات الفلاحيه اللي كاينه في المناطق ديال الحوز وتارودانت وازيلال. ان شاء الله من دابا غايته من دابا شهر المغرب غادي يستطع انه يصدر اول شحنه من منتوج الجوز اللي هو يعني منتج بطريقه ايكولوجيه وبيولوجيه. ونذكر بانه حائز على شهادات البيولوجيه. أيه من الولايات المتحده الامريكيه. أيه حائز على الشهاده البيولوجيه واللي غادي تصدر السوق الامريكيه في اطار الشراكه ولا الاتفاقيه ديال التبادل الحر ما بين الولايات المتحده الامريكيه والمغرب. هاد العمل هذا يعني في اطاره تخلقات واحد المقاوله كنسميوها مقاوله الاطلس الكبير للفلاحه والصناعه التقليديه، واللي الدور ديالها هو تجميع هاد المنتوجات والتسويق ديالها، التثمين ديالها والتسويق ديالها. بغيت غير نضيف بانه في اطار هذا المشروع هذا تخلقوا جوج ديال الوحدات ديال التثمين، وحده في الجماعه ديال اسني وحده في الجماعه ديال طبقال، وهاد الوحدات هادو كيتم التدبير ديالهم بطريقه تشاركيه بمساهمه ديال التعاونيات المحليه
اللي بغيت ناكد عليه هو انهم مساهمين في هاد المقاوله ديال الاطلس الكبير للفلاحه والصناعه التقليديه. ومن خلال هاد النموذج هاد التعاونيات هادو غادي كيستطيعوا انهم يسوقوا المنتوج ديالهم ويحسنوا من المردوديه ديال اذا هذاك الشيء كيمشي بالتدريج. كيمشي بالتدريج حاجه طبيعيه. مرحلة ديال التسويق ان شاء الله ومن بعد ملي نكملوا الحلقات ديال جميع الحلقات ديال المشروع غادي نديروا واحد التقييم ونحاولوا ان شاء الله السنه المقبله اننا نحسنوا من الاداء ديال هذه المقاوله هذه باش انها تشمل منتوجات اخرى. اليوم كتشتغل على المنتوج ديال الجو، ان شاء الله غادي تزيد المنتوج ديال اللوز لان حتى هو كنشتغلوا عليه، واحد العدد ديال المنتوجات ديال الصناعات التقليديه اللي كيشتغلوا عليها النساء القرويات اما في اطار جمعيات او في اطار تعاونيه. اذا يعني خلق مشاريع مديره للدخل على كافه الاصعده بالنسبه للساكنه في المناطق النائيه او القرويه اللي كتشتغل عليها المؤسسه. غادي نوصلوا الحديث ديالنا في الجزء الثاني من برنامج مقاول الجهه لكن بعد هذا الفاصل. مقاولو الجهة، برنامج المقاولة بامتياز، ترقبوه كل أربعاء على راديو بلوس. مقاولو الجهة، برنامج المقاولة بامتياز، ترقبوه كل أربعاء من الثامنة إلى التاسعة ليلا على راديو بلوس. أهلا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج مقاولو الجهة. اليوم نتحدث بخصوص مؤسسة الأطلس الكبير والمشاريع اللي كتقوم بها من أجل التنمية وخلق مشاريع مدرة للدخل في مجموعة من مناطق المملكة. ومعنا لمناقشة هذا الموضوع محسن تدلاوي الشرقي مدير البرامج من مؤسسة الأطلس الكبير، كما كنستضفو عبد الرحيم قحوان من المستفيدين من برامج المؤسسة على مستوى منطقة الرحامنة. مقاول الجهة على راديو بلوس تابعونا بأكادير على الموجة 92.4، مراكش 96.3، الدار البيضاء 94.0، بالإضافة إلى راديو بلوس فاس 96.8. كذلك تواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج بالفيسبوك انتربرونور دو لا ريجيون مقاول الجهة، ستجدون الرابط لمتابعتنا مباشرة عبر الانترنت. نواصل معك سي محسن تدلاوي الشرقي بخصوص النقطة اللي ختمنا بها النقاش في الجزء الأول من البرنامج فيما يخص الاستراتيجيات المستقبلية خاصة ديال 2015. شكرا. إذن بخصوص استراتيجية مؤسسة الأطلس الكبير فيما يخص البرامج المستقبلية، بغيت نقول بلي إذا كانت البداية ديال سنة 2014 عرفت الاحتفال بغرس الشجرة المليون، وكان احتفال مهم في واحد العدد ديال المناطق، البداية ديال 2015 إن شاء الله كتعرف انطلاقة ديال واحد مخطط استراتيجي للمؤسسة كيهم إنتاج وتوزيع وغرس بليون شجرة. وفي هذا الإطار هذا واحد العدد ديال الأنشطة اللي هي إن شاء الله انطلقت، وعلى سبيل الذكر في منطقة الحوز هذا الأسبوع هذا تم توزيع انطلاقة ديال العملية ديال التوزيع ديال الأشجار ديال اللوز والجوز والتين واحد العدد ديال الأصناف أخرى في جامعة أقريش. وبغيت نغتنم هذه الفرصة باش نشكر السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الحوز اللي شرفنا بالحضور ديالو للانطلاقة ديال هذا النشاط هذا. إذن مؤسسة عندها مخطط استراتيجي لإنتاج وتوزيع وغرس بليون شجرة مثمرة. يعني في هاد السياق الرؤيه ديالنا لفلاحه ايكولوجيه كتدعم الاقتصاد التضامني من خلال الجمعيات
الفلاحية أو التعاونية الفلاحية كانت نسوية أو لا رجالية. نعم، هنا كيثير الانتباه ديالي هو الرقم المادي، يعني 2.5 مليون دولار بأثر مباشر على ما يقرب من 200 ألف فرد، وأثر غير مباشر على أكثر من 40 ألف فرد. نعم سيدي، أي شكرا. بالفعل مع هاد الخطة اللي بلورناها ديال اللي انطلقت في شهر يناير 2015، كنتمناو أننا نوصلوا العدد ديال 500 ألف مستفيد من هذه المبادرة هذه، وكنظن بأنه يعني من خلال المشاتل اللي هي تدبر بطريقة تشاركية مع المستفيدين ومع الجماعات المحلية ومع الشركاء ديالنا، كنظن بأنه واللي هي متمركزة في واحد العدد ديال المناطق، كنظن بأن إن شاء الله غادي نوصلوا للهدف ديالنا، لا من ناحية ديال عدد الأشجار والجودة ديال الأشجار، ولا من ناحية ديال عدد المستفيدين. هذا فيما يخص المجال الفلاحي. خطة ولا ركيزة أخرى ديال المخطط الاستراتيجي ديالنا هو يعني أننا نكملوا العمل ديالنا فيما يخص الطير والمصاحبة اللي كنقدموها للفعاليات المجتمع المدني في واحد العدد ديال الأقاليم من ضمنهم المحمدية. بغيت نقول لك بأن اليوم عندنا برنامج جديد كيهم تقديم الاستشارة القانونية والدعم القانوني للجمعيات المحلية، وفي هذا الإطار واحد العدد ديال الورشات ديال التكوين وديال تقوية القدرات اللي هي كنشتغلوا عليها، وكيستافدوا منها أكثر من 40 جمعية في المحمدية، بالإضافة للتأطير 40 طالب من كلية ديال الحقوق. وفي هذا الإطار هذا بغيت هذا نستغل الفرصة ونعلم الساكنة ديال المحمدية أن كلية الحقوق عن قريب إن شاء الله غادي تفتتح المساحة القانونية ديالها، واللي غادي تكون كتقدم خدمات مجانية للمواطنين في إطار المشروع اللي ذكرت. نعم. وعلى الخصوص للجمعيات المحلية، لأن بغينا الجمعيات في المنطقة ديال المحمدية يوليو كيشتغلوا بفعالية وكيشتغلوا باحترافية، وما يبقاش عندهم التحدي لا ديال التمويل ولا ديال التكوين، وما في المستقبل ما يكونوش عندهم مشاكل قانونية، لأن هذا عمل تطوعي. وكنتأسفوا ملي كنسمعوا أن شباب خدا المبادرة وخلق جمعيات واشتغل على مشاريع ومن بعد كيلقى راسه في متاهات قانونية. ربما الإشكال اللي كيكون عدم يعني الجهل بالقانون، ومسألة ثانية هو أن عدم المواكبة للمشاريع اللي يتم إنجازها على أرض الواقع. صحيح، وهذا هو يعني النقطة اللي كان نكبوا عليها من خلال المشروع اللي تكلمت عليه. فيما يخص التعليم، المؤسسة ديال الأطلس الكبير كتشتغل على عدة برامج كتهم دعم برامج ديال الوزارة. عندنا برامج كتهم التربية على البيئة، من خلالها برنامج سامي اللي هو مشروع من خلاله كندعموا الأندية البيئية في واحد العدد ديال المدارس ابتدائية في أقاليم ديال الحوز تارودانت أزيلال صويرة المحمدية وآخرين. إن شاء الله كاين برنامج مهم اللي كيهم دعم الشباب. احنا كنعرفوا بأن اليوم الشباب المغربي محتاج شوية ديال الدعم، يمكن بزاف ديال الدعم. أكيد. كاين برنامج طموح اللي كنشتغلوا عليه واللي إن شاء الله عن قريب غادي ينطلق، وكيهم واحد النموذج اللي هو مندمج فيما يخص الدعم وتنمية الشباب المغربي. احنا غادي نشتغلوا على واحد تدخل نموذجي، وكنتمناو أنه ينجح، وعلى أساسه نقدموا مقترحات اللي تكون شاملة وكتهم مناطق كثيرة. نعم السي محسن، نرجع لك، لكن غنمشيو للرحمنا لعند السي عبد الرحيم قحوان. السي عبد الرحيم، يعني اللي بغينا نعرفوا يعرفوا المستمعين كيفاش انعكست هذه المشاريع اللي دارت على أرض الواقع واستفدوا منها الساكنة عليكم انتوما كمستفيدين.
بالنسبه للمشاريع اللي دارت عندنا هنايا يعني نعرف عندنا بمزايا جيده ولله الحمد. الحمد لله دابا الساكنه في هذا المشروع اللي دار ديال الزيتون يعني صحه الساكنه مضامنه، صحه الساكنه يعني متوحده وكيخدموا كلهم مجموعين في هذا المشروع ديال الزيتون وغاديين به مزيان ان شاء الله الى الامام. بالنسبه للمشروع الماء في عشر يعني الساكنه ارتاحت من داك العبء اللي كان كيمشيو للنساء والوليدات الصغار يضربوا تماره وداك الحمد لله ضو ولا الربع عام الصغار. بالنسبه للمشاريع اللي دارت هنا المؤسسه اطلس كانت عندنا حنا فرعيه ما فيهاش فين كيسكنوا المعلمين. المعلمين يعني كانوا على بعد 30 كيلومتر كيديروا لها نفيض يعني دائما ساكن عندهم تماره كثيره كيجروا طال الشتاء الغيث المنطقه عندنا وعره. ولله الحمد الحمد لله بالتدخل ديال مؤسسه اطلس حنا ولينا سكن وظيفي للمعلمين يعني المعلمين ولاو كيسكنوا عندنا حنا في الدوار يعني من السكن ديالهم استبدلت السكينه بمع الاميه للنساء يعني سكن المعلم بمراته يعني المراه ديالو كدير مع الاميه للنساء والاستاذ كيدير مع الاميه للرجال الحمد لله. يعني هنايا كان انعكاس الحمد لله ايجابي كثير بزاف الحمد لله ولله الحمد. نعم لكن مرضى حنا يعني بناو ليه بنات مؤسسه اطلس تما قسم للتعليم الاولي الحمد لله الوليدات ديالهم ولا كيقراو تما في الدوار يعني قبل ما يدخلوا الابتدائي وفي دوار بلاديش كذلك. يعني مؤسسه اطلس كان تدخل ديالها في بناء قسم كذلك للتعليم الاولي ولله الحمد الحمد لله تلميذات صغار ديال سن اربع سنوات خمس سنوات ديك سنتين او سنتين ونصف يعني كيتعلموا تما كيقراو والحمد لله يعني كان انعكاس ايجابي كما قلت لك. نعم شكرا لك السي عبد الرحيم قحوان من المستفيدين من برامج المؤسسه على مستوى منطقه الرحامنة. نرجع لك السي محسن. يعني محسن المساله اللي مهمه ربما ان ما نقدروش نقولوا ان الحياه كلها ورديه يعني كاع المشاريع اللي فكرتوا فيها وخططتوا لها نجحات 100% كاين سلبيات وكاين اكراهات كتواجه هذا العمل سواء انا يعني على ارض الميدان. طبيعة الحال غير اللي مهم وبغيت نرجع لواحد النقطة مهمة كنعتمدوها في العمل ديالنا واللي كتساعد في قليل من هذه التحديات هادو أو هذه المشاكل هادو ألا وهي الاستثمار في الوقت. يعني في العمل ديالنا مع 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 المستفيدين ولا مع الجمعيات ولا مع الشركاء ديالنا. وغير بغيت نعطي واحد النموذج مهم فيما يخص العمل ديال المؤسسه ديالنا في اقليم بوجدور. اقليم بوجدور يعني الانطلاقه اول برنامج اشتغلنا عليه ماشي مشروع مدير للدخل او مشروع او تدخل لاصلاح مرفق ما الى اخره. لا اول برنامج اشتغلنا عليه واستثمرنا فيه يعني موارد مهمه كان هو التشخيص اللي تقريبا مده ديال سنتين وحنا كنشتغلوا عليه. وهاد السنتين هذا يعني ساعدتنا باش نحطوا الاصبع على 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 الاسباب الرئيسيه ديال التحديات اللي كتعاني منها واحد العدد ديال الشرائح اللي كانت موجهه لها هذا العمل هذا. ومن خلال هذاك التشخيص خرجنا بواحد العدد ديال المعطيات واحد العدد ديال الاولويات اللي وفقنا عليها الشركاء ديالنا المحليين واللي ومن بعد عاد جا التدخل. التدخل كان اول تدخل هو يعني في مجال ديال اصلاح وهذا وتحسين الظروف التعليميه في واحد العدد ديال المؤسسات التعليميه في الاقليم. اغلى ما عند الاسر المغربيه هما وليداتها وكيبغيو وليداتهم يقراوا في احسن الظروف. اذا كان ولد علينا اننا يعني نشتغلوا على هذا التدخل هذا كاولويه مهمه بالنسبه للساكنه المحليه. ما كانش عندنا التردد. ما فرضناش يعني النوع ديال المشروع اللي غادي نشتغلوا عليه. وهاد العمليه هذه ساعدتنا باش تفادينا واحد العدد ديال التحديات واحد العدد ديال المشاكل. هذا ما كيعنيش بانه ما كاينش مشاكل، كاين مشاكل ولا تحديات كنعانيو فيها فيما يخص التمويل بحيث ان يعني كتعرف ملي كيكون لقاءات
دورية مع الفئات المستهدفة وكتاخذ من عندهم المعلومات. وخاصة أن المؤسسة كتقدم يعني تمويل مادي للمستفيدين. نعم يعني ملي كيكون هذاك اللقاءات دورية مع الفئات المستهدفة وكيكون نقاشات ديال الأولويات كيوليو هذوك الفئات المستهدفة كتنتظر التدخل كتنتظر الدعم. احنا في المرحلة ديال البحث على التمويل وبحث على الشركاء بعض المرات يعني المدة كتطول وهذا كيشكل واحد الشك هذا عند الشركاء ديالنا المحليين. هذا تحدي كبير. وكيفاش كتغلبوا عليه؟ كنتغلبوا عليه بالعملية ديال بناء الثقة وان يعني الرسالة من اللقاء الاول كتكون رسالة واضحة وكتكون رسالة صادقة وأن هذا العمل هذا هو عمل خصو يساهم فيه الجميع وما وحنا يعني الدور ديالنا راه دور ثانوي أن الدور الأساسي هو الفاعلين المحليين والمستفيدين بالدرجة الأولى لأنه لا يعني في جميع التجارب اللي كانت معمر شي تدخل في مجال ديال التنمية نجح ودام وكانت عنده استدامة وعطى النتيجة دياله والأثر دياله كان مهم على الفئات المستهدفة بلا ما تكون يعني المساهمة مهمة ديال هذه الفئات هذه. طيب السي محسن غادي نرجعوا لك لكن بعد هذه المستجدات اللي عندها يوسف عثمان. مستجدات تقدم لكم هذه الفقرة بشراكة مع المرصد المقاولاتي ODE.MA. رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن سنتيسيا لدريسي بطنجة أنه يتعين على المقاولة المغربية المصدرة التركيز على صلب أعمالها على مستوى الإنتاج والتسويق وتفويض أمر تدبير المخاطر التجارية لذوي الاختصاص خاصة تلك المتعلقة بعدم سداد الفواتير من طرف الزبائن الأجانب التي أصبحت مسألة عسيرة. وقال خلال لقاء مناقشة حول موضوع الآفاق الاقتصادية الدولية ما هي آليات دعم ومواكبة المصدرين المغاربة قال إنه ينبغي على المصدرين المغاربة التركيز على صلب أعمالهم بما في ذلك الإنتاج والتسويق وترك أمر تدبير المخاطر التجارية والسياسية للهيئات المختصة في هذا الشأن. في هذا السياق أكد الإدريسي أن هذا اللقاء يهدف لمساعدة المقاولات الصناعية المصدرة في المنطقة الشمالية على حسن تدبير صادراتها وتحصينها أكثر ضد تقلبات التجارة الدولية وأكد المساهمة من خلال ذلك في الحد من حجز الميزانية التجارية للمغرب ومؤكدا استعداد الجمعية المغربية للمصدرين دعم المصدرين في أنشطتهم على الصعيدين الوطني والدولي. تشارك 24 مقاولة مغربية من ضمنها مجموعتان كبيرتان في الدورة 14 لمعرض الرؤية الأولى للتصنيع في قطاع النسيج والألبسة بباريس. تهدف المشاركة المغربية التي تندرج في إطار تعزيز المبادرات الترويجية المتخصصة على مستوى السوق الفرنسية للألبسة والنسيج إلى النهوض بتموقع قوي للمقاولة المغربية من خلال إبراز قوتها ومهارتها على الصعيد الدولي. وتتيح هذه المشاركة التي يؤطرها المركز المغربي لإنعاش صادرات المغرب تصدير بتنسيق مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة تتيح للمهنيين المغاربة أرضية مرجعية من شأن أن تمكن الفاعلين الفرنسيين والأوروبيين من أجل تعزيز صادراتهم إلى الأسواق الرئيسية المستهدفة وتسليط الضوء على مستجدات وتنوع وجودة منتجات النسيج المغربية. مما لا شك فيه أن الوظيفة الموارد البشرية أصبحت أكثر انخراطا في مستقبل الشركة حيث تصبح ركيزة أساسية للتنمية الاستراتيجية والمقاولة الإدارية للمقاولة. وهكذا فإن مدير الموارد البشرية يعمل على استخدام أدوات التسويق والاتصالات لأداء وظيفته. الاتصالات الداخلية خطط عملية للتدريب مع مرور الوقت تطفو على السطح نماذج تنظيمية جديدة وظائف فرعية جديدة تعمل على توسيع نطاق المناورة لدى إدارة الموارد البشرية لسير قدما بالمقاولة.
بالإضافة إلى ذلك يجمع الخبراء على أن الهاجس الكبير بالنسبة للموارد البشرية اليوم هو إدخال سياسات جديدة على مستوى المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، والأمر متروك للمختصين لتصميم وتطوير وتنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، مع التركيز على إدارة الاختلافات الثقافية والسلوكية ودمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية، وكذا غرس ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمقاولات في الثقافة التنظيمية. مستجدات قدمت لكم هذه الفقرة بشراكة مع المرصد المقاولاتي ODE.MA. سي محسن تدلاوي بقات لنا 4 دقائق، غادي نرجعوا لك النقطة اللي كتعلق فيما يخص بتصدير الجوز، واحد المسألة اللي مهمة. هذا التصدير واش رعيتوا فيه مسألة يعني المخاطر اللي كتعلق بهذه العملية؟ ما فهمتش شنو نوع المخاطر. المخاطر التجارية اللي كتعلق مثلا بالفواتير عند الناس اللي غادي يوصلهم هذا المنتوج مثلا. العملية والاستفادة المادية مثلا للمستفيدين. هذه العملية هذه تراعت فيها جميع المسائل والنقاط اللي تكلمتي عليها. اللي بغيت نشير له هو أن التعاونية المشاركة في هذه العملية هذه والفلاحين المنخرطين فيها باعوا هذا المنتوج ديالهم لهذا المقاولة اللي تنشأت لهذا الغرض، وكي تعتبروا مساهمين في هذه المقاولة هذه. من بعد إن شاء الله من غادي يتباع المنتوج غادي تتم عملية حسابية، وغادي نرجع عند التعاونيات وعند الفلاحين الصغار، ونعاود ثاني نشوفوا واش مازال خصنا هذا نعطيوهم شوية من الأرباح. نقطة أخرى هو أنه في الصيغة اللي تنشأت على أساسها هذه المقاولة نسبة مئوية من الأرباح غادي يتم الاستثمار ديالها في مشاريع تنموية محلية. هذه المناطق هذه اللي كيهمها، يعني المناطق اللي مثلا هي اللي كتنتج هذا المنتوج، وميم طون يعني مش مناطق اخرى، يعني نفس المناطق اللي فيها المنتوج. نفس المناطق. نعطيك غير على سبيل الذكر كميه مهمه ديال هذا المنتوج ديال الجوز تنتجات في الجماعه ديال قبقال. نسبه مئويه من الارباح ان شاء الله غادي يتم الاستثمار ديالها في انشطه ومشاريع اخرى، يمكن تكون كتهم المجال الصحي، يمكن تكون كتهم مجالات اخرى مثل الماء الصالح للشرب، على حسب الاولويات ديال المنطقه المحليه. على سبيل مثال اخر، منطقه ديال اسني، منطقه ديال ويرغان، ديال تساويرغان، هذو كل مناطق اللي تم الانتاج يعني الجمع ديال المنتوج منها. منطقه ديال ازيلا، الاقليم ازيلا، الجماعه ديال ايت محمد وويزر الى اخره. هذو كل مناطق اللي ان شاء الله من بعد ما غادي تتم العمليه وغادي نكملوا جميع المراحل ديال السلسله ديال هذا المشروع هذا، غادي نرجعوا عند المساهمين بحكم انهم مساهمين، وبحكم يعني طبيعه التعاقد اللي كان معاهم، وغادي ان شاء الله تتم الاستشاره ديالهم في النوع ديال الانشطه اللي بغاو انهم يكون الاستثمار ديال داك الارباح فيها. نعم السي عبد الرحيم، يعني شنو هما الاولويات اللي كاينه على مستوى منطقه الرحمنه، خاصه انكم انتم استفدتوا من المشاريع؟ السي عبد الرحيم، يعني شنو هي اهم الاولويات اللي كاينه على مستوى المنطقه من اجل الرفع من التنميه فيها والنمو الاقتصادي في هذيك الجهه؟ عايز سؤال استاذ، ما نعم السؤال كيتعلق يعني شنو هي اهم الاولويات اللي محتاجينها نتوما مثلا على مستوى الدوار ديالكم؟ اهم الاولويات اللي محتاجينها على الدوار ديالنا، يعني دابا بحال المشروع اللي قلنا ديال الزيتون، يعني ان شاء الله كنتمنوا تكون شي معصره للزيتون، وان شاء الله دابا حنا في تأسيس تعاونية إن شاء الله ديال الحليب، وكاين النساء يعني كانوا طلبوا المؤسسة أطلس في مشروع ديال تربية الدجاج البلدي.
في الدوار. نعم، شكرا لك سي عبد الرحيم قحوان من احد المستفيدين مجموعه برامج اللي على مستوى منطقه الرحامنة قدمتها مؤسسه الاطلس الكبير. سي محسن، اذا كان ممكن يعني ما بقناش، بقتنا دقيقه ونص، نوجه رساله للشباب المقاول خاصه، وانا نقول لهم ان كاين ما يدار، ما نبقاوش جالسين مكتفين يدينا. كاين ما يدار، كاين أمثلة كثيرة اللي كتثبت ذلك. أنا الرسالة ديالي بغيت نوجهها للجميع وبالخصوص الشباب، جميع الفاعلين بما فيهم سلطات محلية، بما فيهم وزارات، وزارة ديال الفلاحة، وزارة ديال الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، مندوبية السامية للمياه والغابات، وهذو كلهم شركاء ديالنا. النداء ديالي هو أنهم يعني يزيدوا الدعم ديالهم لهذه المبادرات هذه. كاين اليوم الحمد لله جميع الظروف متوفره في البلاد ديالنا الحمد لله، باش ان هذه المبادرات هذه تكثر ويكون الدعم ديالها ويكون التثمين ديالها. وهنا فين تيجي الدور ديال الشباب. يعني احنا كنشتغلوا في مناطق نائيه، وما تصورش يعني الغنى ديال هذه المناطق هذه، يكفي ان الشباب ديالنا ياخذ المبادره ويمشي ويستثمر البعض من الوقت ويستثمر البعض من الخبره ديالو في مشاريع اللي تعود عليه وعلى المنطقه بالنفع. وبهذا نكون قد وصلنا السي محسن تدلاوي الشرقي مدير البرامج بمؤسسه الاطلس الكبير الى نهايه حلقه هذا الاسبوع من برنامج مقاول الجهه. كنعتذروا لك لما بقناش الوقت نهائيا باش نواصلوا الحديث، هو حديث شيق. كنشكروا السي عبد الرحيم كحوان من المستفيدين من مجموعه برامج مؤسسه الاطلس الكبير. كنشكروا مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، وكذلك كنشكروا انور الواح في الاخراج التقني. إلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله. مقاولو الجهة، برنامج المقاولة بامتياز، ترقبوه كل أربعاء من الثامنة إلى التاسعة ليلا على راديو بلوس. قدم لكم هذا البرنامج برعاية بيمسيو بانك. بيمسيو بانك، عالمنا ثروتنا الأولى. راديو بلس، راديو بلس، كل ما كنسمعها كل ما كنسمعها كنزيد نبغيها. دار البيضاء 94.0. كولتور، توندونس، بون بلان، سبور، ديفيرتيسمون، et plus encore.